هل أنت مستعد لهجوم التسالي في هذا الفيديو؟ لأننا مستعدون، لكن كما تعلم على الأرجح أكل التسالي يتطلب أن تكون مخادعاً، وسواء كان ذلك يعني وضع الحلويات في حمالة صدر أو حشو البنطال بالمعكرونة، قواعد منع إدخال التسالي يجب أن تكسر. لكن توخى الحذر، فقد يصبح الوضع فوضوياً. إن كنت تبحث عن حيل ذكية وجديدة لإدخال الأطعمة خلسة لأي مكان، فابقى معنا، ستجد ضالتك هنا. لنبدأ الأكل، ما رأيك؟ يبدو هذا المطعم رائعاً. سمعت أن الطعام لذيذ هنا. لو سمحتي، تفضلي قائمة الطعام يا آنسة. هل يطبخون الطعام من ذهب هنا؟ كل الأطباق غالية. أحتاج إلى دقيقة لتصفح القائمة. هل يوجد أي شيء أقل من 20 دولاراً؟ سأختار كوب ماء للغداء. يا إلهي على الإحراج! كوب ماء؟ شكراً. ما مشكلتها؟ مرحباً، آسفة لأني تأخرت كثيراً. تفضلي قائمة. قلت لا. حسناً، هل ذهبت؟ لأني أحضرت بعض الأكل معي. من يريد فطيرة شوكولاتة؟ مبالغ فيها في هذا المطعم. لإدخال طعام خلسة إلى مطعم فاخر، ببساطة ألصق على جسمك. يبدو مثل رباط جمرم سري. تأكد يا بلا من أن فستانك يغطيه تماماً. هل تريدين شوكولاتة؟ دعيني أتحقق من المخزون هنا. ها هو، خذيه بسرعة. أنا مدينة لك حقاً. طعمه لذيذ. أنا قادمة. كادت أن تكشفنا. هل تظنين أن الأستاذة تعلم أني تأخرت؟ ما الذي فوته؟ شيء ممل بالطبع. كان يجب أن آكل قبل أن أغادر. سأتناول وجبة خفيفة الآن. رقائق البطاطس المفضلة لدي. بدأ اللعاب يسيل. هل توجد رائحة أفضل؟ ماذا؟ أنت تعرفين القواعد. آسفة، سأنتظر إذن. لا تجبرين على فعلها. هل تريدين مخالفة القواعد؟ كلا. إذن اخرجي. طيب، سأستمتع بوجبة خفيفة في مكان آخر. قواعدها سخيفة. هل يفترض أن أموت من الجوع؟ مهلاً، ماذا عن المجلد؟ هل يمكنني استخدامه كتمويه؟ نعم. أفرغ كيس رقائق البطاطس واستمر في طيه بهذا الشكل حتى يصبح مقلوباً. ضع مسبكين معدنيين في قاع الكيس، ثم أعد الرقائق في الكيس، ثم لف الكيس وثبته بمسبك معدني آخر، وفي النهاية مرر المسبكين في حلقات المجلد ثم أغلقه. يا لها من حيلة ذكية! تصرفي بعفوية، تصرفي بعفوية. يا بلا، لم أحضر طعاماً، انظري. حسناً، لنعود إلى العمل. لا تعرف الأستاذة أبلبي أن الطعام أمامي مباشرة. لا تمضغي الأكل بصوت عالٍ. أرى ما تفعلين. رأيت ماذا يا باتي؟ أياً كانت الملابس التي نرتديها، لدى الجميع بنطال جينز مفضل. إنه مريح جداً.
ليس دائما. مهلا، هل تقلص هذا البنطال أم ماذا؟ كلا، يبدو أنك سمنت يا بيتي. والفضل يعود للوجبة السريعة. كلا، هذا مستحيل. سأرتدي بنطالا فضفاضا. أرغب في تناول شيء مالح. أنا متأكدة من أني وضعت رقائق البطاطس هنا. يا سلام، لا أستطيع الانتظار لآكل. ألست تحاولين تخسيس وزنك؟ هل ستشم بيلا رائحة البرجر؟ يبدو المكان آمناً لي. واو، لم أرك يا بيلا. لا بأس بتناول الخاص، لكن لا شيء غيره. الطريقة الوحيدة لفقدان الوزن هي حساب السعرات الحرارية. هناك حل أسهل بكثير. قللي حصة الطعام إلى النصف. هذا أرعب فيلم رأيته في حياتي. يا بنت، هل تريدين بعض الجزر؟ في الواقع نعم. طعمه مقزز، لن أبلع. آسفة يا بيلا، لكن طعمه سيء. لا يمكنني إبعاد عيني عن الشاشة. هل أكلت كل الجزر؟ سأعود حالاً. لدي بضع ثوان، وهي كل ما أحتاجه لأكل هذه. لكن يجب أن أخبئها. لم لا؟ بالمشرط، اقطع غلاف المنديل بهذه الطريقة، ثم أزر القطعة والمناديل، واسكب الحلويات في الداخل. اختارت باتي حلويات أمنامز. هذا تمويه متكامل. أوه، كم اشتقت لطعم السكر. ماذا فوت؟ لا شيء مهم. بسرعة، بدون أن تراكي. نجحت الحيلة. أوه، طعمها لذيذ. حسناً، تفضل. تذكرة واحدة من فضلك. حسناً، لكن ارمي هذه الحلوى. الأكل ممنوع في السينما. لكني اشتريتها للتو. أرجوك، لن يسمح لي بإدخالها. سأضطر للاستعانة ببعض التمويه. وأصبح لدي كرات تشجيع. أنا مجرد مشجعة مفعمة بالحيوية. انظر، هيا يا فريقي. أوه، مرحى. تذكرة واحدة لي لو سمحت. يا له من زي غريب للسينما، لكن لا بأس. شكرا، استمتع بمشاهدة الفيلم يا أنيسة. يوم آخر وحصة أخرى. أحتاج إلى دفعة من الطاقة. ساعدني يا لوحة شوكولاتة. رائحته وحدها تمدني بالحيوية. مهلا، هل أشم رائحة شوكولاتة؟ ها؟ حسنا، خذي لقمة واحدة فقط، مفهوم؟ مهلا، تلك لقمة كبيرة. كانت لذيذة بالفعل. هذا واضح لوح الشوكولاتة الغالي. يجب أن أخفي حلوياتي بشكل أفضل بعيداً عن بيلا الشريحة. لكن كيف؟ لدي الكثير من أقلام التلوين، ويمكن أن أستفيد منها. ألصق أقلام تلويني في صف مستقيم، ثم ضع لوح الحلوى على أحد طرفيها ولفها مثل شطيرة البوريتو. بهذه الطريقة سيكون اللوح مخفياً تماماً. أخيراً، كل الشوكولاتة لي. حاولي أن تسرقي لقمة الآن يا بيلا. هي هي، أتمنى لو خطرت لي هذه الفكرة مسبقاً. هل أشم رائحة الشوكولاتة؟ لا أرى أي شوكولاتة. ماذا؟ لا يوجد معي أي شيء.
لابد أن أنفي معطوف أو أني أعاني من صداع نصفي. هل جعلتك هذه الحيلة الماكرة تشعر بالجوع؟ أي حيلة ستجرب في المرة القادمة التي تحتاج فيها لأكل لقمة على السريع؟ تأكد من مشاركة هذا الفيديو مع أصحابك حتى يستفيدوا من هذه الأفكار. وكالعادة لا تنسى الاشتراك في قناة 123 جو على اليوتيوب لتشاهد المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة.